أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. هذه الحياة حياة جهاد ونضال من أجل الصلاح ومن أجل إصلاح، ولا يمكن أن يحدث إصلاح في مكان ما دون جهاد ونضال. وشعب البحرين ابتلاه الله بقبيلة غازية، قبيلة آل خليفة، احتلت البحرين وحاولت أن تغير تاريخ البحرين، تشوه تاريخ البحرين، تبدل طبيعة شعب البحرين وطبائع شعب البحرين. شعب البحرين الذي عرف بالخير والعلم والتفقه والإيمان، ويشهد له التاريخ منذ انبزاغ فجر الإسلام وإلى يومنا هذا، يراد له أن يكون نسخا، أن يكون مكانا للدعارة. وبالمناسبة البحرين تحتل المرتبة الثانية بين دول العالم في الدعارة، ويراد له أن يكون بلد للأصنام الذي جاء من أجل القضاء عليها رسول الله صلى الله عليه وآله. فآل خليفة يفتحون معابد للأصنام، للهندوس وغير الهندوس في بلادنا، في بلاد الطهر والإيمان، وهذه جريمة كبيرة. على كل حال، الفتنة، الإنسان معرض لمثل هذه الفتن، وهذه الفتن طبيعية في حياته، ليمحص الله سبحانه وتعالى المؤمنين ويختار منهم عباده الصالحين ويصطفي ويختار شهداء ويختار المكان العالية لهم. نحن في رحاب الذكرى 21 لشهادة الأخ المجاهد المناضل عيسى قنبر، الذي صدر ضده قبل 21 سنة حكما بالإعدام، لا لجريمة قام بها، بل لدفاعه عن نفسه وشعبه وأمته. عندما يتجسس أحدا ضد هذه الأمة ويحاول أن يكيد لها ويفتك بها، فإن واجب المؤمنين أن يقفوا أمامه وأن يمنعوه بكل ما أوتوا من طريقة وسبيل، وحتى إذا وصل الأمر للقوة، لأن هذا يهلك الحرث والنسل ويضر العباد. عندما يكون جاسوسا يتجسس على المؤمنين، فإن المؤمنين مطالبون بأن يقفوا أمام أمثال هؤلاء، وما أكثرهم في بلادنا. على كل حال، قبل 21 سنة صدر حكم بالإعدام ضد المجاهد عيسى قنبر، ومضى لربه شهيدا مدافعا عن دينه، قيمه، وما يؤمن به، وعن شعبه الذي أحبه لإيمانه ولصلاحه ولتقواه، وخاف عليه من الفساد وما شابه. عيسى قنبر كغيره من الشباب المؤمن المجاهد الذين يريدون الخير لهذا البلد، يريدون الصلاح لهذا البلد، يريدون مستقبل واعد لأجيالنا القادمة، لذلك يقفون أمام الفساد، أمام الإجرام، أمام انتهاك حرمات الناس، أمام انتهاك حرمات المؤمنين. وكل من يقوم بذلك يجب أن يقف أمامه المجتمع، يقاطعوه، يبعدوه، لا يتعايشوا معه، يشعروه أنه غير مرغوب فيه فيما بينهم. الآن أنا لا أعلم حقيقة هذه التهمة التي نسبت أو اتهم بها المجاهد عيسى قنبر، لكن أقول أنه حتى إذا كان ذلك وقام بهذا الفعل، فهو دفاعا عن دينه وشرفه وشعبه وأمته، فلا يلام على ذلك، لأن هؤلاء الذين يأخذون المؤمنين ويوشون بهم ويرسلونهم إلى
الزنازين وإلى التعذيب وإلى القتل وما شابه هؤلاء لا يجب أن يكون مرحب بهم في أوساط شعبنا. على كل حال الانتفاضة التسعينية كانت انتفاضة رائدة، والأخ المجاهد عيسى قنبر كان شهيدا من شهداء هذه الانتفاضة الظافرة التي مهدت لثورة 14 فبراير التي نعيش في ذكراها السابعة. هذا الإنسان وأمثاله وإخوانه المجاهدين هؤلاء يجب أن يحتفى بهم، يجب أن يحتفلوا بهم، يجب أن يكرموا، يجب أن يأخذوا مكانهم اللائق عند الله سبحانه وتعالى. نجزم أن أمثال هؤلاء شهداء عند الله، اختارهم وهو يتكفل بهم ويرعاهم ويعطيهم المكان اللائق بهم. لكن أقول نحن عند الناس، وهذا امتحان للناس في هذه المسألة، الشهداء أمانة، الشهداء قدموا دماءهم من أجل هذا المجتمع، فعلى المجتمع أن يقوم بواجبه تجاه الشهداء، تجاه أسرهم، تجاه ذويهم، تجاه قيمة الشهادة. أما تجاه قيمة الشهادة فيجب أن تكون الشهادة شيء كبير في وسط المجتمع، ولا تنتصر أمة دون الشهادة، ولا يوجد سلاح أقوى من سلاح الشهادة، لأن الطاغوت قد يقدم على كل شيء لكنه لا يستطيع أن يهزم شهيد، لكنه لا يستطيع أن ينسي الناس دم شهيد، لكنه لا يستطيع أن ينسي الناس المبادئ والقيم التي ضحى من أجلها هذا الشهيد. فيكون الدم الطاهر للشهيد هو إيقاد جديد للمبادئ والقيم التي ينتهكها الطغاة في كل زمان ومكان. الأداء حق الشهيد أمام عائلته وأمام ذويه برعايتهم، الاهتمام بهم، بمواساتهم، بالتقرب إليهم، بالعمل من أجل مساعدتهم فيما يحتاجون. الشهيد عند الله سبحانه وتعالى له مكانة عظيمة، والله سبحانه وتعالى يتكفل بعائلته ولا يحوجهم لأحد، لكن نحن الذين نحتاج أن نؤدي واجبنا، أن نكسب ثوابا في هؤلاء، وإلا رب العزة والجلال لا يعجزه أن يجعل هؤلاء العوائل هم عوائل صامدة وكبيرة وعظيمة عنده. ولتلاحظوا أن الأطفال الصغار الذين تركهم آباؤهم ومضوا شهداء، فإن الله سبحانه وتعالى يزرع في قلوب هؤلاء عناية خاصة، يهتم لهؤلاء، بل ويكونوا من العباقرة في المجتمع ومن المتقدمين في المجتمع. لكن ابتلاءنا نحن هو برعاية هؤلاء. أما في حق الشهيد فالعمل على نشر مبادئ الشهيد، أفكار الشهيد، قيم التي ضحى من أجلها الشهيد، مواصلة الدرب الذي مضى في سبيله هذا الشهيد. نسأل الله سبحانه وتعالى للشهيد عيسى قنبر الرحمة الواسعة والجنان العظيمة والحياة الخالدة عند الله سبحانه وتعالى ولذويه الصبر والسلوان، وأن يكونوا خير خلف لخير سلف، ولشعبنا إن شاء الله النصر المظفر، وللشهداء جميعا الرحمة. رحم الله من يقرأ لروحه الطاهرة وأرواح جميع الشهداء وأموات المؤمنين والمؤمنات الفاتحة، تسبقها صلوات على محمد وآل محمد.